علشان كده هنرجع تاني للاستبيان ونسأل السؤال اللي احنا قلناه، ليه بتظن ان انت شخص عادي امكانياتي ضعيفة، لا الحياة ما بتعترفش بالجهد والتعب، لا انا مش غني او صاحب منصب، اصلا انا عندي اهداف عاوز احققها. يعني هناخد بعض النتائج اللي حضراتكم شاركتونا بيها على الفيسبوك. ريان بيقول لان العادات والتقاليد هي من تحكم، والثانية لأنني من راضية وأنا المسؤولة عن كل شيء بيحدث في حياتي، ولكن موقنة أن الله معي فلن أحزن، ولن أحزن ما دام هو حسبي ونعم الوكيل. يعني خليل بيقول أن إمكانياتي المادية ضعيفة والعرب لا يستمعون لكلمة من لا يملك المال. لمياء هشام بتقول لأني مش عارفة إزاي أغيرها، مش عارفة إمكانياتي، مش عارفة إزاي أحدد لنفسي أهداف ولا أملك المال. منى بتقول لا أرى نفسي شخص عادي. أم فافا بتقول طب الحل، وهي بتختار رقم 2. أمنة بتقول إمكانياتي ضعيفة. عندنا رمزي بيقول كل إنسان بيعيش باللي ربنا كتبه له. سامية بتقول إمكانياتي المادية ضعيفة. عبد الرحمن بيقول لأن مفيش حد بيشجع. في برضو الاسم غريب شوية، بيختار رقم 2. كفاية إني مصرية مختارين رقم 3. روز بتقول وي، يعني انا موافقه على السؤال. جمال اللورد مختار رقم 2، وجريدو يعني الاسم غريب شويه، طبعا اكيد فرنساوي بقى وحاجه كده ما يعرفهاش. فرنسا بقى معانا يعني، ربنا يعزكم. بيختارين رقم 1. طبعا زي ما الاستبيان موجود قدامكم علشان الامكانيات يعني ضعيفه وكده، احنا كمان معانا على تويتر الهاشتاج اللي موجود قدامكم، هتلاقوا النسب قدام عينيكم دلوقتي. لماذا تظن انك شخص عادي؟ 13% عشان بيقولوا عشان إمكانياتي ضعيفة، 25% بيقولوا لأن الحياة لا تعترف بالجهد، ده على تويتر. 44% ودي نسبة كبيرة جدا، بيقولوا لأنني لست غنيا وذو منصب. 18% ليس عندي أهداف عشان أحققها لتحقيقها. نسبة كبيرة جدا عشان ما عنديش منصب أو عشان أنا مش غني. بس عايز أقول حاجة، المتميز يا جماعة هو اللي بيعمل كل حاجة، الفلوس بتيجي بعدين مش بتيجي في الأول، فاحنا عايزين نبذل مجهود ونتعب علشان نوصل. علشان كده رسالتنا في آخر البرنامج، أنا بس عايز أقدم يعني عذر كده سريع لكل حبايبنا اللي بيسمعونا ومشاهدينا الغاليين، معلش الحالة الأولى يعني كانت مليانة شوية فما خدناش التليفونات أو اتصالات، ونوعدكم الحلقة الجاية هتاخد وقت كبير جدا لأن احنا البرنامج ده احنا مع بعض وليكوا وبيكوا إن شاء الله. عايز أختم بقى برسالة بتقول لن تستطيع. كل واحد بيقول لنفسه الكلمة دي لن تستطيع، عايز أقول له إذا كنت تعتقد أنك مهزوم فأنت مهزوم، إذا كنت تعتقد أنك لا تستطيع القيام بأمر فلن تستطيع، وإذا كنت ترغب في الفوز ولكنك تعتقد أنك لا تستطيع فإنك لن تفوز، إذا كنت تعتقد أنك ستخسر فأنت خاسر. في هذا العالم النجاح يبدأ بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، بإرادة المرء ثم بإرادة المرء، فالأمر كله متوقف على طريقة التفكير والقناعات ودفع الثمن. إذا كنت تعتقد أنك إنسان مميز فأنت إنسان مميز، أنت في حاجة لأن ترتقي بتفكيرك كي يرتفع شأنك، أنت في حاجة لأن تكون واثقا بنفسك أولا حتى تتمكن من الفوز بجائزة التميز، والمعارك لا يكون النصر فيها دوما للأقوى أو الأسرع، لكن النصر حليف المجتهد المفكر صاحب الخطوات العملية والأهداف الواقعية القوية.